الجمال والسماء والبهار في رضاك في رضاك. موطني موطني، هذا هو النشيد الوطني العراقي المعتمد منذ العام 2003، ورغم الجدل المتكرر والمطالبات بإلغائه ما يزال صامداً. عرف العراق في تاريخه 5 أناشيد وطنية على الأقل، في الواقع كان لكل سلطة جديدة نشيد. في فبراير عام 1963 أطاح القوميون والبعثيون برئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، وضعت السلطة الجديدة حينذاك نشيداً جديداً للبلاد، هو نفسه النشيد الوطني المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والله زمان يا سلاحي. كان هذا النشيد من كلمات الشاعر صلاح جاهين وإلحان الموسيقار كمال الطويل، وقد غنته أم كلثوم في الإذاعة المصرية لأول مرة في 1 أكتوبر عام 1956. ظل نشيد والله زمان يا سلاحي معتمداً في العراق منذ العام 1963 وحتى العام 1981. المفارقة أن النشيد لا يذكر العراق إطلاقاً، بل يشير إلى مصر بالاسم، مصر الحرة، من يحميها نحميها بسلاحنا. قبل ذلك وعقب الانقلاب على الملكية عام 1958 اعتمد العراق السلام الجمهوري العراقي، كان هذا السلام عبارة عن لحن موسيقي فقط دون كلمات، وضعه الملحن العراقي لويس زنبقة، وظل معتمداً حتى وصول حزب البعث إلى السلطة في العراق عام 1963، حيث حل محله النشيد المصري. في الفترة الملكية كان هناك نشيد معتمد منذ العام 1924 من ألحان ضابط إنجليزي يدعى جي آر موري. لاحقاً أضيفت لهذا النشيد كلمات هي عبارة عن تحية ملكية للملك فيصل الأول، وبقي هذا السلام الملكي معتمداً حتى سقوط الملكية عام 1958. بعد تولي صدام حسين الرئاسة عام 1979 تم تغيير النشيد الوطني العراقي، واختيرت قصيدة للشاعر البعثي شفيق الكمالي لتصبح النشيد الجديد للبلاد. يقول مطلع القصيدة: وطن مد على الأفق جناحا وارتدى مجد الحضارات وشاحا. اختيرت لهذا النشيد ألحان وضعها الموسيقار اللبناني وليد غلمية، وظل معتمداً في العراق حتى سقوط نظام صدام حسين عام 2003. في فترة الإدارة المدنية الأمريكية للعراق كان لابد من تغيير النشيد البعثي، وقد اختير لهذه الغاية نشيد قديم من 30ات القرن الماضي، وضع كلماته الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان ولحنه اللبناني محمد فليفل، وهو نشيد موطني. يلتبس عادة على الكثيرين ما إذا كان موطني عراقياً أو فلسطينياً، وقد أثار هذا النشيد منذ اعتماده اعتراضات كثيرة بحجة أنه لا يمت إلى العراق بصلة. وصل الجدل إلى البرلمان العراقي نفسه، وارتفعت المطالبات بتغيير موطني واعتماد نشيد وطني من كلمات وألحان عراقية، لكن دون جدوى لحد الآن.